موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. فريق منسق استجابة سوريا يوثق استهداف قوات النظام وروسيا ل 26 نقطة في شمال غربي سوريا خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 24 مدنيا. قتلى وجرحى من قوات النظام بهجوم لحركة التحرير والبناء التابع للجيش الوطني السوري على مواقع عسكرية في بلدة تادف بريف حلب الشرقي. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة تجنيد إجباري في مدينتي منبج شرقي حلب والطبقة بريف الرقة. المجلس الإسلامي السوري يصدر بيانا يدين فيه عزم حركة حماس على إعادة علاقاتها مع نظام الأسد ويتهمها بالاصطفاف مع المحور الإيراني المعادي للأمة. نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تفاصيل عن الثروة التي جمعها رئيس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته من تجارة المخدرات. المديرة الإقليمية ليونيسف في منطقة الشرق الأوسط أديل خضر تقول إن مقتل 5 أطفال وإصابة 9 آخرين بقصف ريف إدلب هو تذكير بأن الحرب على الأطفال في سوريا لم تنتهي بعد.